سيد لبلب. الكاتب الصحفي أحمد رياض. دكتور إيرين سامي. المقدم محمد علي رحاب. المخترع الصغير محمد عبد الرحمن. النقيب عمر رمضان. السيد سيتم تكريم مجموعة من أبطالنا اللي شرفوا مصر في الألعاب العالمية الشتوية الخاصة بالنمسا وحققوا 5 ميداليات، 3 ميداليات ذهبية، ميدالية فضية وأخرى برونزية في الجري على الجليد والهوكي الأرضي. إسراء جمال فتحي. البطلة آلاء عبد العزيز محمود.
محمد عبد محمد. شعبان أشرف محمد. البطل خالد رأفت حسن. سيد حمد سيد. البطل محمد رفعت عبد الوهاب. البطل أحمد محسن معوض. البطل يوسف حسين يوسف. البطل علي عاطف شحاتة. البطل أحمد زكريا عبد اللطيف. البطل علاء مصطفى إبراهيم. البطل عمرو حسن محمد. البطل محمد عوض علي مسعود. البطل مؤمن أحمد عبد الرحمن. Thank you.
كان محمد إبراهيم. البطل أحمد زكي جودة. مصر، تلك الكلمة التي تكونت من ثلاثة حروف شملت في طياتها كل معاني الفخر والعزة، وكانت رمزا للحضارة والتاريخ، وعبرت عن انفرادها وتميزها، وكانت يد الله دائما ترعاها، وكان جيش مصر على الدوام حارسا لمقدرات الشعب، كما كان الشعب أيضا ظهيرا للجيش، وهي عبقرية مصرية خاصة. واليوم ونحن في أرض طيبة تذكرنا بأيام المجد والفخر، ونحتفل سويا بذكرى تحرير سيناء الغالية، تلك الذكرى التي صنعت بتلاحم الشعب والجيش، فاسترجعنا الكرامة قبل الأرض، واكتسبت مصر احترام العالم قبل تحقيق النصر. السيدة والسادة، وبهذه المناسبة قرر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الآتي: أولاً، ترقية لواء بحري أركان حرب أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية إلى رتبة الفريق. لواء أركان حرب علي محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة فريق. We'll be right back.
نستمع إلى كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.